في إطار التعريف بالمقامات العربية، اليوم سنتعرف على أبعاد مقام البياتي. مقام البياتي سنأخذ مثال ببياتي على الري لحساب الأبعاد. والبياتي لحساب أبعاده بهذه الطريقة، دائما بين النقطة الأولى والثانية هناك بعد إلا ربع، لأننا نضع التشريق دائما في النقطة الثانية من هذا المقام، دائما نضع التشريق على النقطة الثانية، وبالتالي يصبح لدينا بين النقطة الأولى والثانية بعد إلا ربع. ثم لدينا ما بين الثانية والثالثة نصف بعد، وما بين الثالثة والرابعة بعد، وما بين الرابعة والخامسة بعد، وما بين الخامسة والسادسة نصف بعد، وما بين السادسة والسابعة بعد، وما بين السابعة والثامنة بعد. أي القاعدة في البياتي يكون لدينا دائما التشريق في النقطة الثانية، والنصف البعد ما بين الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، هذه قاعدة. الآن سننقل نفس القاعدة إلى درجة أخرى، فمثلا سنأخذ بياتي على الصول. هنا سيصبح لدينا التشريق كما قلنا في النقطة الثانية، ونصف البعد ما بين الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، فسنطبق هذه القاعدة. طبعا كما قلنا التشريق يكون دائما في البياتي في النقطة الثانية، وأنصاف الأبعاد ما بين الثانية والثالثة والخامسة والسادسة، فيما عدا ذلك فهناك فقط بعد أو أبعاد، يعني أي واحد بعد. بعدما طبقنا على الري سنطبق لك ذلك على اللا مثلا، فكما قلنا في بياتي على اللا سنشرق الثانية، وضعنا التشريق في السي، ونصف البعد ما بين الثانية والثالثة والخامسة والسادسة. فقط هذا في مقام البياتي. أتمنى لكم الاستفادة، وانتظرونا إن شاء الله في حلقات أخرى. إلى اللقاء.